في حاجات مش هتاكلها الا بورسعيد، في حاجات معروفه بس بيها بورسعيد. عندك ام خلول، عندك الكسبه، وعندك كمان عسل وطحينه، وهندخل على الافتكاسه البورسعيديه. لكل مشاهدينا ومتابعينا، احنا قدامنا اكله جديده وشايفين الشيف بيعمل. انت بتعمل ايه يا شيف؟ بعمل طعميه. بتعمل طعميه؟ دي طعميه؟ ده انا شايفه سجق وبسطرمه وحاجات يعني ما شاء الله. طب احنا بقى ايه، نتكلم معاك كده، نديك المايك وتحكي لنا كده. ده سجق بلدي 100%، بسطرمه برضو بلدي. عندي خلطه جبنه، تشكيله جبنه 3 انواع مع بسطرمه برضو بتتحشى تبقى تحفه. عندي برضو جبنه موتزاريلا طبعا معروفه في عند العالم كله، بس طبعا دي بتخش لها اربع انواع. بس ايه بقى الاربع انواع؟ جبنا قول في العموم يعني، احنا مش هناخد منك سر الخلطه، بس قول لنا في العموم. طبعا إيه موتزاريلا بتاخد، رومي بتاخد، شيدر مبشور بتاخد، جبنه مثلثات. طيب لو انا جيت قلت لك طبعا عندنا الحشوه بتاعتنا اللي هي السره، الخلطه بتاعتنا اسمها ايه؟ الخلطه السحريه بتاعتنا. الخلطه السحريه طبعا. طب نشوف بقى الخلطه السحريه ايه، ده عباره عن ايه؟ دي بتبقى طماطم وخيار وبصل، وبينزل لها بهارات. طماطم وخيار طبعا. خيار؟ لا، طماطم وبصل تمام، وبتاخد فلفل تمام، بهارات بتاعتها. عايزين نعرف يعني ايه طعميه بالسجق، لان يعني حاجه جديده. احنا اكلنا الفول بالسجق تمام، لكن الطعميه بالسجق بتتعمل ازاي؟ هي الاقراص دي طعميه بالسجق؟ لا، دي طعميه بتبقى عاديه. دي عاديه. ورينا كده كل سبب في دي. عجينه الطعميه دي، عجينه الطعميه بتاعتنا. ايوه تمام. بصراحه شكلها من نظرتها تفتح النفس. بتحط لا إيه طبعا بقى؟ طبعا دي سجق تمام. هنعمل قرص لوحده فيها قطعه سجق. لا طبعا، بتاخد 4 5 قطع كمان. اربع خمس، يعني حاطط مجموعه. طبعا طبعا.